هل زوج الاخت يعتبر محرما للاخت الاخرى مؤقتا بحيث يجوز ان يختلي بها وكذلك عمة البنت؟ لا، زوج الاخت ليس محرما، لا ليس محرما لزوجته، زوج الاخت ونحوه كذلك العمة لا تكون عمة التي يحرم عليه نكاحها مع البنت، لا يزال ما بينهما وهكذا خالتها، انما هذا تحريم مؤقت، بل يكون محرما زوج اختها وهكذا زوج عمتها وهكذا زوج خالتها وهكذا نفس العمة، عمة الزوجة واخت الزوجة خالة الزوجة ليست محارم، ليست محارمة للزوج المحرم، كأنهن محرمات عليه، فإن أطلق اختهن او بنت اخيهن او بنت اختهن جاز له النكاح بعد العدة. فالحاصل من بعض النساء يتساهل مع بعض النساء مع زوج اختها، ويتساهل بعض الناس مع اخي زوجها وعم زوجها، وهذا غلط، لا يجوز. لا يجوز المرأة ان تساهل مع اخي زوجها، ليس محرما لها وليس عمه محرما لها ولا خاله، انه المحرم ابوه ولده، هو المحارم. اما اخو الزوج وعم الزوج وابن عم الزوج وخال الزوج فليس محارم، وكذا زوج الاخت زوج العمة زوج الخالة ليس محارم، المحرم زوج بنتها زوج امها هذا هو محرم، اما زوج اختها وزوج عمتها وزوج خالتها فليس محارم، يجب الحجاب والتحرم وعدم الخلق. بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي ان يكون محرم لها، بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي على انها تكون اخو الزوجه محرم لها لاختها، بعض الناس ينسب الكلام الى الشافعي ايه على ان اخو الزوجه محرم لاختها، اخو الزوج ايه اخو الزوجه اذا رجل الزوج على امراه لها اخت يصير محرم لها، يصيرها محرم يعني زوج اختها محرم لها ايه؟ لا ما يقول الشافعي ولا غيره، محرم الاجماع، ليس محرم لا الشافعي ولا غيره، اجماع المسلمين لا يكون زوج الاخت محرما ولا محرما لعمتها ولا غيرها، لان هذا حديث موقت ومبعد.